عندي سيستم 36 اف اوف اس بتساوي 36 على اس في اس بلس 2. حطينا هذا السيستم في كلوز لوب فيدباك، نيجاتيف فيدباك. والسؤال الان هون بدنا نشوف السيستم الجديد هلا ايش الاوفرشوت، بدنا نطلع الاوفرشوت الرايز تايم والسيتلينج تايم على اساس انه 5، يعني المطلوب ام بي برسنتج تي ار تي اس اللي بتساوي 5 تار وبتساوي 5 على زيتا اوميجا. اول خطوه ايش لازم اعمل؟ بقدرش اشتغل بهذا السيستم زي ما هو، شو لازم اعمل فيه؟ بدي اطلع ترانسفير فانكشن جديده اللي مسكره الكلوز لوب. الكلوز لوب سيستم ترانسفير فانكشن لهذا السيستم راح تصير عندي اف نسميها سب سي بتساوي جي اوف اس على اس اس بلس 2 على 1 زائد فيش احمر اتش اوف اس بتصير اس اس بلس 2 وتساوي نضرب المصدر المقام في اس باس بلس 2 بضل عندي فوق 36 تحت بصير عندي اس سكوير زائد 2 اس زائد 36. هاي ترانسفير فانكشن رح نشتغل عليها. هل بقدر اخذ اوميجا ان مباشره من هون؟ لانه عندي واحد صار عندي اوميجا ان. شو بتساوي اوميجا ان سكوير؟ عفوا بتساوي 36. اذا اوميجا ان بتساوي 6 رادز بير سكند. زيتا 2 زيتا اوميجا ان شو بتساوي؟ بتساوي 2. اذا 2 زيتا اوميجا ان بتساوي 2، زيتا اوميجا ان بتساوي 1، زيتا بتساوي 1 على 6 سكند. وزيتا زي ما بتعرفوا دائما لازم تكون قيمتها ما بين 0 و 1. هلا هون طبعا هي قريبه لايش؟ للواحد اندر دامب. لا قريبه للزيرو فكر السيستم اندر دامب هيفلي اندر دامب. اذا هلا السؤال بدنا نطلع البرسنتج اوفر شوت مباشره بطبق المعادله ام بي برسنتج بتساوي اكسبوننشال ماينس باي زيتا على 1 ماينس زيتا سكوير. بيطلع معي الجواب تعويض، بس تعويض ارقام. طلع الجواب معي برسنتج اوفر شوت بيطلع 58.8%. شايفين قديش عالي؟ شو يعني 58.8%؟ يعني الاوتبوت لما بوصل اعلى بيك له اول مره قديش بيكون اعلى؟ بيكون 60% فوق ال 100%، يعني بوصل 160% تقريبا من قيمته النهائيه، من قيمته النهائيه. لما بصير عندي هون ريسبونس هاي بتطلع من هون، هاي 60% منها، فعم بيطلع القيمه مقدارها 160%. اذا هذه ام دي. خلينا نحسب اوميجا دي اللي رح نحتاجها الان. اوميجا دي بتساوي اوميجا ان سكوير روت 1 ماينس زيتا سكوير وتساوي 6 في 1 ناقص سدس تربيع 1 على 36. بتطلع اوميجا دي 5.916. ايش وحدتها؟ راديو بير سكند. تاكد بالامتحان تكتب كل الوحدات، كل الوحدات، والا ايش بصير لدينا؟ بتطير العلامات. عندنا بيتا بدها تساوي كوساين ماينس 1 زيتا. اذا بيتا هي الزاويه اللي كوساينها 1 على 6، تطلع بيتا معنا 80.4. بحولها للراديانس. كيف بحول للراديانس؟ ناخذ اذا هاي بتساوي 80.4 على 180 في باي. بحول للراديانس، بتحول معي بتصير 1.4 راديان. اذا بقدر الان احسب الرايز تايم. تي ار شو بيساوي؟ بيساوي باي ماينس بيتا. ايش لازم تكون وحدتها؟ الراديانس. اذا عندي باي ماينس 1.4 على اوميجا دي اللي هي كانت 5.916. فبتطلع بيطلع الرايز تايم 0.294. واخر شيء عندي السيتلينج تايم، عندي زيتا وعندي اوميجا ان. زيتا في اوميجا ان شو بتساوي؟ زيتا 1 على 6، اوميجا ان 1 1 على 6 و6 بيطلع عندي 1. اذا زيتا اوميجا ان بتساوي 1. اذا التايم كونستنت بيساوي 1 على 1 1 سكند. اذا السيتلينج تايم اللي هو بيساوي 5 تايم كونستنت بيساوي 5